يلي طلب هيك يكون بالواجهة، وطبعا انت بدك تضل تشتغل مع النسر. رح تشتغل ولا لا علي؟ طالع من هون. يلا يلا لا يلا تعال معي. لك استعجلي، لا تضل هون لك، يلا تعال. جوليا هسه، جوليا انا بورجيكن. وقت اخذتها على المشفى كان ديلا منتهية وعم تموت. ما استسلمت، ضليت بالعناية المشددة لأسابيع، ما تخليت عنا. لما فتحت ديلا عيونها كانت مدمرة وما استغنيت عنا. بدك ياني بعد كل هالشي استسلم؟ ماني مثلك ديلا. كيف؟ وبعرفه للغراب كتير منيح، ولأني بعرف أنا جنبه. والله الشباب معهم حق، بالأول لازم نرد على هالأندال باللغة اللي بيفهموها يا أخي. منرد لا تقلق سليمان، بس أول شي لازم نعرف مين اللي دعمه لجودة بهالزلم. خلص تركيهم، عدي لا تعملي شي. بس ما برتاح وأنا قاعدة. بعدين شكلك مو منيحة أبداً خالة، دعي معي نقعد شوي وبعدين منضب الطاولة مع بعض. إيه؟ لأنه وضعك مو عاجبني. لو تعرفي شو صار فيني لما أجاني هالخبر هاد. إيه مو سهل الموضوع، بس خلص مرقت. يا ريت ونخلص من هالشي بسرعة. يلا بنتي يلا، ارتاحي أنتي. لوين رايح ابني؟ بدي اتمشى شوي. بلا هالتمشاية هلأ. أمي تركيني بحالي، أنا بعرف شو عم أعمل. ماشي ماشي. أنا صرت حر هلأ، بكفي حبس، رح أطلع شم شوية هوا. طيب حبيبي روق شوي. لوين؟ غراب. تعا معي شوي خلينا نحكي. تعا غراب. أمي بدنا نحكي من أخ لأخ، لا تشغلي بالك. تعا بكفيني يلي صار، ما رح أتحمل يصير لهم شي لأولادي. ريك قلي شو مشكلتك انت؟ ما رح نخلص من هالمسخره؟ ولك انت اخي ما حدا رح يقدر انه يفرقنا عن بعض. انت نسيت انه الحي فرقنا؟ يا نسر انت بتضل اخي، لا توع بفخ هدول الناس. عدنان بده يعلق بين الاخ واخوه، انت عم تخليه ينجح بهذا الشيء. لانه عدنان ما عنده غيرنا، ما هيك؟ لما تغلط قدامي مو مشكله، ما بشوف ولا بسمع، بس إذا مالك قدامي ما بقدر أحميك، بتحرق حالك ورح تحرق أمنا هالمسكينة كمان، عم تفهم؟ طلع فيني. هيا اطلعت، تفضل. تعرف شو وجعي أخي؟ صحيح أنت انتقمت، بس أنا يلي دفعت ثمن هالانتقام. انتقمت مني قبل ما تنتقم منهم. طلع فيني. هيا عم اطلع، بس ما لي قدر أشوفك. شو بدي أعمل؟ عود خلينا نحكي على رواق. تريك خالي مريم، أنا بدي أعمل شاي، بتشربي ما هي؟ أنا بعمله بنتي، ارتاحي أنتي. ماشي. إيه طيب فهمت، يسلموا. الله يسلم. ماشي بشوفك. يعني انت بدك كل الناس يحترموك، بس نحن مو مهمين ما هيك؟ بهمك بس اهل الحي. مو وقتك يا مامي، بكفيني اخوكي. كيف مو وقتي يعني؟ بدك يعني اخرس؟ نقلتنا لهون مشان ما نتأذى من شركاء بهرام، وهلأ شو يلي صار اليوم؟ لك شو صار لو امي هنيك؟ وهالموضوع هاد بركي رجع تكرر. رح حلو انت لا تحكي لي هم ابدا. ماشي. قلي ليش ليصير هالشي؟ متأكد انه في شي من ورا هالحادثة، ولا مين اللي بيسترجي يهجم على القهوة تبعي؟ لك كيف يعني ما حدا بيسترجي لك؟ مين انت؟ قلي مين؟ ابن الملك؟ عادي يهجموا عليك،
إذا أنت هيك شلون رح يكونوا أعدائك؟ مجرمين طبعاً. أنت ما عندك قيمة لروحك أبداً. يا ريت تفكر فينا لو شوي أخي. دايماً بموت من الخوف إنه بيوم من الأيام رح أخسرك مثل ما خسرته لأبي. خايفة كتير إنك تموت وتتركنا مثله كمان. والله خايفة أخي. بترجاك أخي بعد عن كل هدول الناس بقى. طيب مو الأمار خلاهم يهجموا؟ صحيح أمي، مو حرقتي المصاري اللي أخذتهم منه لسداني لأنه مصاري حرام؟ هلأ شو تغير؟ ولا مصاري الأمار مو حرام؟ عم تلعبون قمار بقهوتك؟ بدي احكي كلمتين مع اخوكم لحالنا. لو سمحت سامحني، بس ما شفتها لامي. نسر روح. يلا يلا يا مامي. يا أمي شو عم تعملي؟ خليهم معك. هدول مصاري حرام. بحلف لك يمين عظيم ما فوتت قرش حرام لهون خديهم. لك أنا ما عاد أعرف مين صدق ومين ما صدق بعد اللي سمعته. لا أي كلام ولا أي وعد ولا أي يمين رح يخليني صدق اللي قلته. اللي معه مصاري بيروح لهنيك، أنا بعطي المصاري اللي بتطلع من هنيك للي ما معه. يعني طريقة لتشلح الغني وتعطي الفقير، وفوق هيك فخور باللي عم تعمله. أنا ما بجبر حدا يلعب قمار. اللي بيلعب وبيربح بياخد حقه وبيروح. كل الموضوع صار خلل أمني، واليوم بلاقي حل هالشي. وبعدين شو؟ شو رح يصير؟ ولنقول إنه لقيت حل كمان. يلا قلي لشوف شو بده يصير وقتها. يا أمي، لا أنت ولا الأولاد رح تتعرضوا للأذى. شو أنت ما بتثقي فيني؟ أنا من زمان كتير فقدت ثقتي بكل الناس ابني. كنت نسياني هالكلمة، بس مع هالشي أنا وثقت فيك أنت، وثقت فيك. بس ما بعرف إنك حترجع تخليني ما أوثق بحدا. بترجاك يا أمي لا تزعلي مني لو سمحتي. مو أنت اللي جبتنا على الحي لهون ابني، ودايماً كنت تقول إنه كل شي صار فينا بسبب وسخه لجدك. صدقت اللي قلته وتركت كل شي يمشي مثل ما بدك، وتقبلت هالسلاح اللي بيضل على خصرك كمان. خليني أقول إنه كل اللي صار كان من ورا بهرام مثل ما قلت أنت. شو مشان اللي صار اليوم؟ مين اللي ورا هالرصاصة يلي صابت الوردة المسكينة اللي عنا ويلي ما لها دخل بكل هالقصص؟ يكون بعلمك بكرة حأمشي بهالحي وأنا موطي راسي قدام الكل، وليك إذا ما خلصت من كل هالوساخة ما رح أرفع راسي من الأرض أبداً. أنت حر، عمل اللي بدك وحل الموضوع. عرفت لي شي سليمان؟ لسه بس رح حل هالقصة هي، لا تقلق أنت. عدنان ما له علاقة بهاي الهجمة؟ مو مبين.
طيب المزاد حليته؟ الشغلة واقفة على تليفونه وبيمشي الحال. سليمان هاي الأمور ما لها أمور بسيطة. عدنان حط أخي قدامي لنعلق مع بعض، والعيلة اللي بالزور قدر تجيبها على هالحي معي وقفوا بوشي وعم يضيعوا مني. وين رايح؟ الحملة تقيل عليك، معك حق. منيح هون، منيح، لأنه بدي إياها تشوفهم هون أول ما تفتح عيونها. ممكن ما؟ تمام، رائع. لا تواخذيني، بدي ارتاح، حاسة راسي كتير موجوع، شوي وبرجع. ولا يهمك، خدي راحتك. أمي، أنا ما كنت ناوي أحط أخي بموقف صعب مثل هذا، كنت بدي إنه يترك كل شيء بيسبب الأذى له. روحي بنتي، أنا بدي ضل شوي لحالي، قعدي معه. أنتي صاير معك شيء أمي؟ أنا بعرفك، مو القصة بس قصة أخي، الشيء اللي ضايقك جيت هديك المرة. شو المكتوب بهالورقة أمي؟ ممكن تقولي لي؟ نفس القصص، إنه ابني حفيد بهرام بيكون، وكان هالحكي بالورقة. شغلات منعرفها بنتي،
بس هالشغلات هي حرقتنا كلنا. هالحكي مو مزبوط. مزبوط. ليكي شلون عم ينبض العرق يلي برقبتك ورجلك عم تهز؟ شو ماني شايفتك؟ سكري على الموضوع، لا تخليني لحق لك ولحق للصحافة. قال العرق عم ينبض. قال يلا روحي بقى يا بنت. رايحة على الجريدة، لا تقلقي علي. انتبهي على حالك. دخيلك ما عاد فيني اتحمل، لا تفجعني بابني مثل ما فجعتني بجوزي. لا ما عم بهرب منك، انت اللي عم بتضل تلاحقني وهلأ عم تهربي من هون، وهالهريبة عم تكون بسرعة كمان، وريحة عطرك بتضل. ليكني ما عم بهرب، أنا قدامك هون. قول شو في عندك. يعني بتهربي مني بس تشوفيني وبنفس الوقت بتضلي تحومي هيك حوالين ذكرياتنا؟ أنا بحوم حوالين ذكرياتنا ولا أنت؟ ليش بهالمكان يا ديلا؟ وليش عند الشجرة؟ لا تضحكي على حالك بقى، ولا كبريائك بيمنعك. ومن شو بده يمنعني كبريائي بقى؟ عم يمنعك تحكي عن الشي اللي بقلبك للغراب. عقلك بيقول انه ما لازم تحبي الغراب ابدا، وهالقلب هالقلب كله بينبض بحب الغراب. أنا عن قريب رح أتزوج غراب. بس بدي سبب معقول لهذا الزواج، بس فهميني لشو اخترتي هالرجال؟ مو مجبورة أقول أي شي لحتى تفهم. ما فيك تقولي شو اللي عم يحكي قلبك عنه، لأنه ما عندك شي تحكي بنوب. وكتير بيهمك الموضوع؟ رح خبرك. عدنان أنقذ لي حياتي وقتها، وبعدين حماني منهم. شو حلو. أكيد حماني منهم وحافظ علي وخباني عنده. تعرف أني ضليت عايشة بفضل هذا الرجال؟ خصوصي لما فكرت أنه مستحيل حدا يقدر يرجعني على هالدنيا. تعرف أني لما تخليت عن حالي وقت مليت من الظلام اللي عايشته ومن الوساخة اللي تورطت فيها، وبعد ما انتهيت عدنان إجا ورجع لي الروح.
وقفي. طلعت عايش مو؟ من شق الكفن وبنعمل منه منشفة. قريت على شي ميكرو؟ ايه صح، شو عرفك؟ والله انا اللي لازم ألف هيك شغلات. يا سليمان اتركني بحالي، باينتك فايق ورايق وانا ماني رايقت لك ابدا. لك خير ان شاء الله، ليش هيك معصبة؟ بس تعصيبك حلو لهيك خليكي معصبة. مزعوجة سليمان، مزعوجة، وهلا عقلي مانو هون، عم تفهم علي؟ قد ما كنت برتاح لك، الامور اللي تورطت فيها انت واخي والاسلحة والحيل اللي عم تعملوها كمان مستحيل انا اتحملهم. صدقيني نحن بس مضطرين. خلص سليمان منحكي بعدين، هلأ مالي خلق احكي اي شي. اخي رجائي بعد اذنك. لوين رايحة هلأ؟ رجو وقت سلمت قدرة ملفات شركاء بهرام مثل ما توقعت صرت ملاحقة منهم، وحاولوا يقتلوني كمان. صدقني أنا لولا عدنان ما كنت عايشة اليوم، كانت نهايتي مثل نهاية قدرة، جريمة تحت غطاء حادث صار بدون قصد. وأنت معه لأنه مدينة إله بحياتك؟ ولهيك رح تتزوجي؟ تعرف أنا ليش عم بجي لهون؟ يمكن شوي شوي هالشجرة مثل ذاكرتي، طفولتي فيها، وكل ما كنت أجي من لندن كنت أجي لهون، ما بعرف ليش بتحببني بهون وبحالي. وفيني صح، وبأمي وبأبي. بس هلأ صارت جيتي لهون كأنه عم زور صديق قديم لألي مو أكتر. تعرف أنه ما عاد تذكرت أمي لما بجي لهون، ولا أبي، وطفولتي كمان، وضميري والأخطاء يلي عملتها، حتى أنت ما عاد خطرت على بالي غراب. عم بجي لهون لأطمن عليها وبس، بس لأنه هي كانت رفيقتي من صغري. كل مرة بجي لأشوفها بلاقيها مثل ما تركتها، بنبسط كتير من كل قلبي عن جد. بتعرف إنها بتشفيني على طول، بتسمع اللي بقوله حتى بتفهمه. يا ديلا ليش عم تقولي هالحكي؟ القصة مو محتاجة كل هالجهد. انت ما بتعرف شو يعني انك تبذل جهد على شخص بتحبه. انا بعرف، ما شفت الجهد اللي بذلته عليك، بس أنا شفت الجهد يلي بذله عدنان مشان أم، وبعرف شو يعني إنك تبذل جهد على الفاضي غراب. لهالسبب قررت تكون مرته. برأيي بكفي هذا السبب. واضح انك مو شايفه شيء،
من اليوم للعرس رح أثبت لك إنه هالزلمة مو مثل ما أنك مفكرة. بركي بتفهمي إنك غلطانة وبتلفي لعدنان بالمحارم وبتكبيه لتنسي وجعه. ماشي. مثل العادة. غراب بعتذر منك، عن جد ما كان قصدي انه منظر هالشجره يذكرك بالغراب. انت مو وقتها هلا، بس اعرفي شغله وحده، انت بامان. عائلتي وعائلتك ممكن تتهربي لعند هالشجرة بزغرك، فحبيت تكون أول شي تشوفيه لما تصحي. قلت لحالي رح تحسي بأمان أكتر لما تشوفيها. وما متت. رغم كل الألم الحياة حلوة، ليش لنموت؟ اللي مين انت؟ حالياً مين ما بتحب يكون أنا بكون. رجو، لوين وصلت؟ على الجريدة، عندها مناوبة. ايه شكرا. علي تأخر كتير ما هيك؟ أكيد بيكون بالشغل. انت وعلي متزوجين عن حب شي؟ ما
أي نسر؟ كيفك؟ منيحة، كنت رح نام بعد شوي. جيت لقلك تصبحي على خير. كيف ما فهمت؟ يعني أنا هون بس إن شاء الله أكون واقف قدام غرفة النوم تبعك. طلعت صح؟ لك أنت شو عم تعمل؟ أكيد جنيت بشوفك علي. صدقيني آخر همي يا ندى، لأنه أنت الإنسان الوحيدة يلي بتهميني بكل هي الدنيا. يلي واستني بالسجن، المرأة يلي ضلت تفكر فيني. ممكن تروح قبل ما يجي حدا؟ إذا ما أجيتي رح ضلني واقف هيك وأحكي على التليفون، بس إذا أجيتي هلأ رح أختصر شوي. طيب رح أجي بس شوي ما بطول. طيب وهلأ روح لف لورا وأنا بلحقك. نيرمين رايحة أشوف السيارة وأرجع، لأنه اتصلوا فيني الأمن يلي برا مخلي الأضوية شغالة. شو هالحكي؟ الحقيها. ليش عملت هيك وإجيت لهون؟ ما بعرف، هي أول مرة بحياتي بعمل هالموضوع. أنا ما عم أتحمل. انبسطت بشوفتك وكتير كمان، بس يفضل ارجع. طيب خدي هذا معك. شو هاد؟ شوفي. بجوز اشتقت لحكيك، ما بعرف. وأنا اشتقت لك عصت الشاي معك. شكراً كتير. يلا تأخرت، بشوفك. بتعرف أي شي تاني عن الست نيشا فرات؟ أي شي ممكن يخلينا نوصل لمعلومات عنها؟ إيه بعرف. أنت معجبة فيني. أوف، الظاهر أنت يلي واثق من حالك زيادة عن اللزوم لحتى تحكي هيك كلام فرات. ليش لأعجب فيك؟ آه؟ لأنك شاب حلو؟ يعني شو بفهم؟ مانك معجبة؟ باين الغرور بعيونك،
الثقة الزايدة بالنفس بتكون مو حلوة مرات. قومي شوي. ليش لأقوم؟ لأنه بدنا نلعب لعبة. طلعي بعيوني. شو اللعبة؟ بالعيون. كيف؟ هيك بس مشان نشوف مين بيهرب من عيون التاني. عن جد سخيفة كتير. مو محسوبي لأنه رن. لك مع مين مفكر حالك عم تلعب؟ مع مين؟ خليكي واقفة رح نعيدها. إيه لا ما حذرت. ألو؟ طيب ما أنا مشكلة. وصل هدول لإمامي لو سمحت. عن جد أنا خفت كتير إنه أخسرك. افتح إيدك. ما رح تقلي لي سكر عيونك كمان؟ يعني الشجرة صارت إلنا اتنيناتنا؟ يمكن. بلا ما نحكي هلأ بهالموضوع، بلا ما نسبق الواقع، غراب. انت ليش مو نايمه لهلا؟ لازم ترتاحي، ما بصير هيك. ممكن
عمالك. يلا انتبهي على رجليك. منيح اتخذت مرتاحة؟ منيح هيك. وهلأ ريحي حالك. عن جد شكراً كتير، كنت حاسة قبل ما تجي على البيت بشعور كتير بشع. شو هالحكي؟ إذا في حدا لازم يحس بشعور سيء هو أنا. لا تهكلي همي هيك وتحرجيني أكتر. إيه؟ يا ريت لو ممكن هالشي، يعني يا ريت لو بقدر إنه أحمل قسم من هالهم، لأنه همومك كتير كبيرة من جهة عيلتك وأهل الحارة، ولا تنسى إنه في عندك شغل الشركة والولاد. بتعرفي إنك بتشبهي الشمس؟ أشعة الشمس بتكون مثل الإسهام، منظمة كتير. حسيت لما حكيتي عن همومي إنك نظمتي لي إياها. أول مرة حدا بيحكي لي هالحكي الحلو. بتعرف أنا وصغيرة كنت أرسم الشمس بدال ما أوقع أو أكتب اسمي حتى على ورقة الامتحان. بالله؟ ما كنت أعرف أرسم الشمس وأنا وصغير. هلأ هي مو الأسهام منظمة؟ كنت أرسمهم مايلين كتير. بس ديلا يعني رفقاتي اللي بصفي كانوا يساعدوني بهالقصة، بس على الفاضي ما قدرت أرسمها منيح ولهلأ. أنتي منيحة؟ إيه؟ رح أعمل لك عسل وحليب لتصيري أحسن. أنت رح تعملها؟ إيه طبعاً. يلا ارتاحي هلأ ما بطول. Thank you.